مفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود موجود. وجه نوبي اسمر ذو شعر نام بفوضى سكن القلوب وصوت مختلف عشقته الاذان. The king of Egypt, Mohamed Munir. في مثل هذا اليوم ولد محمد منير طفل مصري من قلب النوبة عاش معاناة الهجرة في بيته بعد غرق بيوت النوبة تحت مياه بحيرة ناصر في أوائل السبعينيات. صوت يحمل كثيرا من معاني الوطنية والحب والمعاناة أحيانا، وهو قادر على أن يشارك معاناة الشاب الثائر على أوضاع بلده. وفي الوقت نفسه يمكن أن تتعلم منه كيف تصبح نابليون في عشق البنات. في عشق البنات أنا فقت نابليون، قرنبيلي وقت عجلات بندريون، قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم، أكل جلستي لما القيامة. تلميذ مجتهد تعلم على يد كبار شعراء ومطرب النوبة أمثال أحمد منيب، ولكنه تفوق على أستاذه. وطور وأضاف، فكان أول من خلط في موسيقاه بين الجاز والسلم الخماسي النوبي. منير عنده ميزة وهي عيب بالنسبة لغيره، انه بيغني في منطقة ما حدش يقدر يدخله فيها، واعتاد جمهوره على ان يفاجئه بابتكار جديد في كل ألبوم. اكيد الواحد قبل ما يخش على اي مرحلة جديدة في الغناء في تصدى المشروع غنائي جديد بيبقى فيه ملامح في ذهني في دماغي. الملامح دي بتختلف من واحد للتاني حسب ثقافته واحتياجه ومخزونه اللي مخزنه ايه في دماغه، المناخ العام اللي حواليك، الناس، الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية، كل ده بتشكل في شكل الاغنية القادمة. فكان اول مصري يقدم موسيقى الريجي. الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا. وقدم موسيقى الراب أيضا مع مزج نوبي في أغنية سياسية. ارتبط منير بشعراء العامية المصرية وقواميسهم المغايرة. الغناء ليست موهبته الوحيدة، فشاهدناه يجسد أدوارا على الشاشة الذهبية. قدم 10 أعمال أبرزها مع المخرج يوسف شاهين، منها اليوم السادس والمصير، وكرم مع مجمل أعماله لأول مرة كممثل في مهرجان الإسكندرية هذا العام. أنا مشكور كدابة يعني لما النسيم بيعدي بشعرك حبيبي بسمعه. الغناء ليست موهبته الوحيدة، فشاهدناه يجسد أدوارا على الشاشة الذهبية. قدم 10 أعمال أبرزها مع المخرج يوسف شاهين، منها اليوم السادس والمصير، وكرم مع مجمل أعماله لأول مرة كممثل في مهرجان الإسكندرية هذا العام. أنا بشكر المهرجان، وإن شاء الله مسرح تفضل وزي ما احنا عشنا أوقات حلوة فيها.
هتكون لينا أجمل وأجمل 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 وأجمل. شكرا لكم.